السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ليلة القبض على الكبار، برشلونة بتخسر أمام أتلتيكو مدريد لأول مرة من 20 ماتش. أتلتيكو مدريد ما بيقدرش يكسب برشلونة في 20 ماتش متتالي في الليجا. لأول مرة دييجو سيميني بيكسب برشلونة في الدوري. طبعا مش وليد الصدفة، ده طبيعي لتذبذب نتائج برشلونة. وقلت امبارح برشلونة لو لعبت بنفس الأسلوب اللي لعبت بيه قدام أتلتيكو، آسف، قدام اليوفي هتكسب. لكن اتلتيكو النهارده الضغط العالي اللي بيعمله سيميوني، عايز اقول لك ان برشلونه في الدقيقه 91 او الدقيقه 90 مش عارف يلعب الاوت من كتر الضغط اللي على فريقه او على فريق برشلونه في التلت الاخير بتاع ملعب برشلونه، مش عارفين يطلعوا بالاوت. دييجو سيميوني النهارده بيطبق طريقته بشكل كامل، بيكسب عن طريق هدف كراسكو، عن طريق خطا في خروج تير شتيجن من بدري قوي، خطا ساذج ما يعملوش حارس كبير، لكن هي دي كرة القدم، لازم يكون في أخطاء. النهاردة برشلونة بتخسر لأول مرة قدام أتلتيكو مدريد من 20 ماتش، ما حصلش الخسارة دي قدام أتلتيكو مدريد محليا في الدوري. فوز مهم جدا لأتلتيكو مدريد بعد تعادل الريال من ساعتين تقريبا أو من 3 ساعات أمام فياريال 1-1، بيقرب أتلتيكو مدريد من الصدارة، بيبعد برشلونة، بيبعد الريال. دوري السنة دي ممتع جدا، الفرق الكبيرة كلها أدائها مش ثابت، فرق صغيرة كتير ماشية بشكل كويس، والدوري الأسباني ممتاز السنة دي، وفيه تشويق وإثارة وفيه حماس وفيه ضغط كبير جدا من الفرق المتوسطة والفرق كمان الصغيرة على الفرق الكبيرة عايزة تعمل حاجة. شفنا الأسبوع اللي فات ريال مدريد بتخسر أمام فالنسيا 4-1، والأسبوع ده بتعدي قدام فيا ريال، برشلونة بيخسر الأسبوع ده قدام أتلتيكو مدريد. أي نعم، أتلتيكو مدريد من كبار أسبانيا، لكن ليلة القبض على برشلونة أخيرا دييجو سيميوني عملها وكسب برشلونة في الدوري. دي كانت حلقة سريعة عن المباراة. لأول مرة تزورنا في القناة تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.